محمد عامر نجم النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي. كابتن عامر ازيك؟ اولا كل سنه وانت طيب وكل النادي الاهلي بخير وبخير دايما يا رب. وانت بالف صحه وسلامه والناس في النادي الاهلي كلهم طيبين. ويعني النادي الاهلي شوف بيجمع الاحباب ازاي النهارده وكل قدام النادي الاهلي موجودين، وسواء جيلنا او الجيل اللي قبلينا او الجيل اللي بعدينا، فيعني حاجه جميله. وانا بقول لهم يا ربنا يديكم الصحه ونكرمكم مره واثنين وثلاثه واربعه ونتجمع كده في انتصارات النادي الاهلي اللي هي يعني الحمد لله في عهد كابتن محمود الخطيب. النهارده خدنا الدوري وبطوله افريقيا الطايره، يعني الحمد لله قدومهم خير على النادي الاهلي، وان شاء الله يكون خير في الاعوام القادمه ان شاء الله باذن الله. خير على دوم الوردين. لكن عائله الاهلي ماذا تعني يا كابتن عامر؟ عائله الاهلي بتعني المبادئ والقيم والاخلاق والتلاصق الكبير جدا والتعاون في تحقيق هدف واحد هو النجاح. النجاح في كل مجالات اللي بياخدها النادي الاهلي، سواء في الناحيه الرياضيه والناحيه الثقافيه وفي اي مجال من المجالات، وده واضح في الاستقرار الفني والاداري في النادي الاهلي. وبشايره كانت السنه دي، احنا ما بنقولش السنه دي بس، احنا طبعا النادي الاهلي نادي القرن ودايما بيحطم الارقام، احنا كمان هنحطم رقم في عدد فوز النادي الاهلي في الدوري السنه دي. لو 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 فوزنا الماتش اللي جاي هنحطم عدد مرات الفوز المتتاليه على السنين اللي فاتت. فده طبعا ده نتاج من استقرار فني واداري في النادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت وعلى مدار السنين الجايه ان شاء الله باذن الله. كل المعاني دي يا كابتن عامر بتمثل معنى واحد، القيم والمبادئ بتاعت النادي الاهلي اللي دايما وما زلنا بناكد عليها وبنقولها، ودي اللي بتتمثل في القاعه اللي احنا فيها في العرض اللي موجود ده كله. ايوه، لا دايما النادي الاهلي، واحنا اتربينا في النادي الاهلي. لو 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 انا واحد من الناس جاي، كنت جاي من كفر الشيخ وجاي بوسم 77، خدت مع النادي الاهلي بطولات كتيره في خلال 10 سنين لغايه 87. النادي الاهلي بيعلمنا على مدار السنين اللي فاتت، علمنا حاجات كتير جدا. علمنا ازاي كل واحد يشوف شغله، كل واحد يبقى ملتزم بعمله. علمنا ازاي ان احنا نبقى حريصين على 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 اسعاد جماهيرنا. علمنا ازاي على ان احنا نبقى عندنا الرغبه في التقدم، الرغبه في الفوز، الرغبه في تحقيق البطولات. وده اللي ادانا الميزه عن كل الانديه. يعني النادي الاهلي في مكان وكل أندية أفريقيا في مكان تاني خالص، لأن النادي الأهلي النهاردة نادي القرن، نادي بي 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 يعني صارع ريال مدريد في البطولات، صارع أندية عالمية كتيرة قوي في البطولات. فده نتاج القيم والأخلاق والمبادئ للنادي الأهلي بيتسم بيها. شكرا كابتن عامر، شكرا جزيلا. كابتن محمد عامر زي ما انتم سمعتونا دلوقتي في هذا الحديث كان بيتكلم عن أمور كثيرة جدا، لكن معايا